الشعراء بل عنبر، لو كنت من مازن لم تتبع ابني بل اللقيطة من ذهل ابن شيبان، اذا لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة ان زلوسة لانا. قوم اذا الشر ابدى ناجذيه لهم صاروا اليه زرافات ووحدانا، لا يسألون اخاهم حين يندبهم للنائبات على ما قال برهانا. لكن قومي وان كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وان هانا، يجدون من ظلم اهل الظلم مغفره ومن اساءه اهل السوء احسانا. كان ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس انسان. رجل جماعة من زهد بن شيبان أخذوا إبله فيقول آه لو كنت من قبيلة مازن ما استباح بل اللقيطة إبل، لأنني لو كنت من مازن لقام لنصري معشر خشن عند الحفيظة. حفيظة من أثار حفيظتهم يعني عند الغضب. إن جلوسة لانا، اللوسة الوضع، يعني قال اذا ضعف ذو الضعف فان اخوة ماج لا يضعفون. قوم اذا الشر ابدى ناجديه لهم، الشر ضحك لهم كده وناداهم صاروا اليه زرافات يعني جماعات ووحدان. ومن تمام الجاهلية الجهلاء، لا يسألون أخاهم حين يندبهم للنائب.